السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هنقدم لكم كتاب لاصوص كتير رائعة في المدى وسهلة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاجو الكفتة، بصلة محكوكة، فتيشة محكوكة، القزبر، التوابل والزيت وطومات فريكو، لاصوص ديال الطومات. غنبداو على بركة الله. غناخدو البصلة غنديرو منها شوية، غناخدو القزبر حتى هو نزيدوه للكفتة، التوابل، غنضيفو شوية الزيت، من بعد غنخلطوهم مزيان. غناخدو طنجية غنزيدو فيها شوية الزيت، غناخدو البصلة اللي بقات لينا وغنضيفوها، وغنزيدو عليها المطيشة حتى هي. من بعد كناخدو كنديروها على النار باش يتشحرو مزيان، وبينما تشحرات البصلة ديالنا والمطيشة غنشكلو الكفتة ديالنا كويرات صغيرة بنفس الحجم. ملي تشحروا مزيان غنضيفوا عليهم الكفته اللي شكلنا كويرات وغنسدوا عليها حتى تطيب شي شويه. ملي طابت الكفته ديالنا غنزيدوا عليها صوص، نزيدوا عليها قزبر، وغنخليوها طيب شوية. من بعد كنضيفو شوية الماء، وها هي الكفتة ديالنا من بعد ما طابت. سهلة وسريعة في التحضير.